السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ أنا دانيا، النهاردة هتكلم معاكم عن محاضرة في كورس جيرياتريكس في كلية طب طنطا. الكورس كان درسه أو المحاضرة دي بالذات يعني كان درسها دكاترة من قسم الطب الشرعي، تتكلم عن الفارماكولوجيكال تشينجز ان الدرلي، يعني ايه هو اللي بيحصل في الفارماكوديناميكس والفارماكوكايناتكس مختلف في الالولي عن النورمال او الافريج ايج. في حاجات بتزيد، حاجات preserved، وحاجات بتقل. طيب خلينا الأول نبدأ بالحاجات ال preserved عشان هي أصلا حاجة واحدة موجودة عندنا في المحاضرة، اللي هي إيه؟ إن P450 enzymes are preserved، ما بيتغيروش، وأي حاجات drugs بتاعتها الميتابوليزم بتاعه ليه علاقة بيهم ما بيتأثروش. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتزيد؟ عندنا حاجتين بيزيدوا، هنسيب التو بوكسز فاضيين دلوقتي علشان هنعرفهم بعدين، بس الحاجتين اللي بيقلوا هنبدأ بيهم. عندنا الابسوربشن والديستريبيوشن بيقلوا، وكمان ميتابوليزم اند كليرنس بيقلوا. طيب ايه اللي بيتأثر في الابسوربشن اند ديستريبيوشن، او ايه الحاجات اللي بتقل؟ هنحفظها ب 3G 2P M and W. لو بدأنا بأول G، عندنا gastric emitting decreases، يعني الأدوية بتفضل مدة أطول في الاستومك. gut transit is slower، ما هي نفس الحكاية تعتبر، فبالتالي النتيجة إيه؟ إن في greater absorption over longer time. الحاجات موجودة أو الأدوية موجودة أكتر في الاستومك أو في الجي اي تي سيستم in general، فبالتالي الجسم ما بيتخلصش منهم بسرعة، وبالتالي بيحصل absorption أكتر بس على longer time frame. طيب الثالث جي ايه؟ ان gastric acid secretion decreases. الموضوع ده فيه مشكلتين. ان اول حاجة، في اصلا بيقولوا ان البيشنتس اصلا ان هم اللي بيبقوا كده كده بياخدوا high doses of PPI، او على الاقل بياخدوا باستمرار PPI اللي هم البروتون بومب انهبيتورز، فكده كده ده هيأثر على الجاستريك اسيديتي. بس النتيجة عندنا ايه؟ ان الدروجز اللي عندها free capsules are affected، على الدروجز بقى اللي بتبقى محتاجة ان pH يكون بتاع الاستومك يكون average او normal علشان يحصل liberation of the drug from the free capsule، ممكن يبقوا affected بسبب ان الجاستريك acid secretion اللي هيقل، وممكن يحصل لهم حاجات كتير على حسب برضو الفري كابسول دي معمولة من ايه او الميكانيزم بتاعها ايه. المهم ان الجاستريك acid secretion ده اكتر حاجة هيأثر عليها في الادوية هي ايه؟ الدروجز اللي ليها فري كابسول. طيب البي عندنا، او البي poor circulation، البلاد سيركيوليشن تبقى اضعف بكتير، وبالتالي في decreased transcutaneous absorption. البي التانية البروتين بايندنج اللي هو الالبيومين بيقل، لما الالبيومين يقل يبقى الادويه اللي ماسكه على الالبيومين عددها قل، ده معناه ان الفراكشن او الادويه اللي مش ماسكه على الالبيومين اللي هي الفري دروجز زادت، يبقى increase the free fraction of albumin bound drugs. ودي حته مهمه جدا، لان المفروض ان اي دواء بناخده بيبقى الدوز بتاعته متظبطه بحيث ان الفري فراكشن يكون هو النسبه المطلوبه. طب لو الفري فراكشن دي زادت عن العادي ممكن توصل البيشنت لتوكسيستي. طيب بعد كده عندنا ام ودبليو، او الام بتقول ماسل ماس او اللين بودي ماس هيقل. لما الماسل ماس يقل بيبقى طبعا الانترا ماسكولار انجكشنز ايراتيك، وكمان عندنا ان اكوريت بريدكتيف ايكويشنز، لان في بعض الايكويشنز كده نشوف فيها اللين بودي ماس كام والفات كام والحاجات دي، فاللين بودي ماس بالبريدكتيف ايكويشنز دي بيبقى ساعتها اكسجريتد عشان اصلا اللين بودي ماس قل عن العادي. اخر حاجه الووتر content، the water content of the body decreases. فطبعا ايه هي الادويه اللي هتتاثر؟ الهيدروفيليك دروجز، لان هي دي الادويه اللي بتبقى دايبه في الميه، فهيقل الفوليوم اوف ديستريبيوشن اوف هيدروفيليك دروجز. وطالما اتكلمنا عن الووتر كونتنت احنا كده دلوقتي والديستريبيوشن اوف هيدروفيليك دروجز، احنا كده دلوقتي محتاجين نرجع لرسمتنا دي، لان اول كلو في اليلو بوكس في الحاجات اللي بتزيد هيبقى ظهر دلوقتي، اللي هو ايه؟ اللي هو الفات سيلز. واول معلومه عندنا في الحاجات اللي بتزيد هي ان البودي فات هيزيد from 15% to 30 or even up to 40%، وده بالتالي بيزود الفوليوم اوف ديستريبيوشن اوف لايبوفيليك دروجز. يبقى الووتر كونتنت قل مع ان البودي فات زاد، وده قلل الهيدروفيليك دروجز ديستريبيوشن، بس في نفس الوقت زود اللايبوفيليك دروجز ديستريبيوشن. كده يبقى احنا خلصنا البوكس بتاع الديستريبيوشن والابزوربشن، دلوقتي هنمشي للميتابوليزم اند كليرنس. ولما نروح للميتابوليزم اند كليرنس احنا محتاجين نتكلم عن ايه؟ اول حاجه الميتابوليزم ان جنرال. اول حاجه الفيرست فاست ميتابوليزم بيقل، وده بيزود الاورال باي افيليبيليتي، والايتم دي جت في واحد من الاسئله قبل كده. تاني حاجه بيقل الميتابوليك سبستريتس، والمهم عندنا في البوينت دي ان الجلوتاثيون بيقل، وده اللي بيكون مهم، ميتابوليك سبستريت مهم فور باراسيتامول. بالنسبه للليفر بيحصل ثلاث حاجات. اول حاجه الليفر ماس بيقل، تاني حاجه الهيباتيك بلود فلو بيقل، ولما الهيباتيك بلود فلو بيقل الدروجز وهاي هيباتيك اكستراكشن ريشيو ان سيستميك سيركيوليشن هتقل.
اخر حاجه ان الهيباتيك كليرنس ريت هيقل. ليه بقى؟ لان النمبر سي واي بي انزيمز هيقل ب 30%، وده هيخلي الفيز 1 تكون اكتر بكتير من فيز 2. يبقى المهم ان الهيباتيك او الليفر ميتابوليزم ان جنرال هيقل. طب بالنسبه للكيدني ايه اللي بيحصل؟ بيقل الجلوميريال فلتريشن ليت، وده بيقلل الكليرنس اوف ذا ووتر سوليبل دراجز، والووتر سوليبل دراجز تقعد فتره اطول في الجسم. طيب كمان بيقل التيوبولر اكسكريشن، وده مهم من مين؟ للبيتا لاكتامز. كده احنا خلصنا تقريبا الحاجات اللي بتقل، وعرفنا ايه الحاجات اللي بريزيرفد، وعرفنا الحاجات اللي بتزيد ليها علاقه بالفات سيلز. فاضل حاجه واحده، ايه هي بقى؟ اللي في اليلو بوكس التاني، ان احنا نتكلم عن الدروجز. الدروجز في حاجات كتير بتتغير، في حاجات بتزيد التوكسيسيتي بتاعتها زي النيفروتوكسيك دروجز، لان زي ما قلنا اصلا الكيدني بتبقى افكتد، فالنيفروتوكسيك دروجز ممكن تبقى مور توكسيك في الالدرلي عن اليونج ايج. حاجات تزيد السنسيتيفيتي بتاعتها، الاوبييتس مثلا بنسبه 50% تعمل الافكت بتاعها اقوى او اكتر، او الجسم يبقى مور سنسيتيف ليها. سي ان اس ديبريسنت ممكن يعملوا مور سيفير سي ان اس ديبريشن زي البروبوفول. في حاجات تانية اهم ليها علاقه بالسايد افكتس زي الانتي كولينرجيك سايد افكتس اوف تراي سايكليك انتي ديبريسنت، عشان كده مش بيبقوا بريفيرد في الالدرلي قوي، زي ان الكونستيبيشن والديليريوم بيبقوا فيري سيفير، ودي حاجه واحده من الحاجات اللي جت برضو في الاسئله قبل كده. ادفرس ايفنتس اوف انتي كوجولانس بيبقى ليهم هاير فريكوينسي اوف بليدنج. واخر حاجه ادفرس ايفنتس او سايد افكتس اوف نيجاتيف انوتروبس اللي هم الفيربرامين والدلتازيم بيبقوا بيعملوا برادي اريثميا اند هايبوتنشن، والهايبوتنشن دي اتسالت في واحده من الام سي كيوز قبل كده. برضو بيزيد الـ penetration of the drugs by the blood-brain barrier، وده بيبقى بسبب ايه؟ بسبب ان بيكون في each related decline in the function of the R-glycoprotein efflux pump، بيخلي الأدوية تعدي أكتر للـ blood-brain barrier، وطبعا ده ممكن يعمل more damage to the brain. Thank you. كده تبقى المحاضرة دي خلصت، و I hope انها تكون دلوقتي أسهل ليكم.